بسم الله الرحمن الرحيم. حفل الكريم متواصلين بتواصل أشواطنا لهذه الفترة الصباحية بانطلاقة سن الحقائق مسافة 2 كيلومترات مع سن السرعة وانطلاقة هذا السن الصغير. نتواصل مع أول المراكز لنواصل الندام على اسماء الخمسة المتقدمة والمركز الأول. هنالك تواجد شهني على أول المراكز لحمدان بن زايد بن عبد الله أبو حميد المزروعي على أول المراكز. المركز الثاني ثاني المراكز تواجد وتقدم مبدأ لحمد بن جر الله بن محمد البريدي المري. والمركز الثالث أرى من الجانب الأيمن هذا الشعار المميز بانطلاقته ومع تواجد شهنية عبد الله بن طالب بن عبد الله الفهيد المري. المركز الرابع وتابع من انطلاقة مميزة من الجانب الأيمن من واقع الشعار شعار بن بخيث من انطلق بهذه اللحظات ينحجب الرغم عنا بالفعل هذا الشعار المتواجد مع صناعة مسلم بن طالب بن مسلم بن عجيل المري ينطلق شعاره بهذه اللحظات. المركز الخامس من انطلقت وغيرت كنز انطلقت من المركز الخامس حتى وصلت أول المراكز. من انطلقت إلى أول المراكز من تحمل رقم 59 جبار لسالم بن محمد بن علي الفيدة المري ينطلق شعاره مع الصدارة. إذا نستعيد النداء إلى أول المراكز لنتابع المقدمة جبارة والجبروت لله سبحانه. انطلقت جبار لسالم بن محمد بن علي الفيدة المري ثاني المراكز. التواجد من قبل المياسة سلمان بن نايف بن صالح المغير العتيبي. المركز الرابع من انطلقت بهذه اللحظات تسللت إلى أول المراكز يا صديقي العنزي هذه كنز عبد الهادي بن سيف بن بادا سيف خيرين يعرفها جيدا أبو سعد بطق العنزي أعطاني على نبذة قبل انطلاقة هذا الشوط. صاحب السجلات إنجازات حافلة تنطلق كنز مع المركز الأول عبد الهادي بن سيف بن فهد آل سيف الخيارين سلالة الواصل علي سنة الجني انطلاقة مميزة. ولكن البطل أهالي عجايب يبحثون عن النقطة الثالثة في هذه الفترة الصباحية وأيضا نقطتين في يوم الأمس مع تقدم وتواجد الزود لعبد الله بن علي الفيدة المري مع المركز الثاني المركز الثالث. قدوم وأيضا انطلاق مميز وجميل ولافت للأنظار من قبل ما التي تسللت في هذه اللحظات ولايف ولايف عبد الهادي بن محمد بن محسن الفيدة المري ينطلق شعاره بن بعيران مع المركز الأول ليحظى بناموس هذا الشوط. لا أمانة لرياضة الأجل لا أمانة حتى خط النهاية هذا هو شعار بن بعيران يصل إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. السلام والتحية نزفها لمالك ولايف عبد الهادي أو عبد المحسن بن محمد بن محسن الفيدة المري على حصول ولايف على المركز الأول. المركز الثاني كان الوصول من قبل الزود عبد الله بن علي بن حمد الفيدة المري. المركز الثالث كان الوصول أيضا من المتحدين راشد بن سعيد بن صالح جربوع المري. المركز الرابع كنز لعبد الهادي بن سيف بن فهد آل سيف الخيرين من استعجل نوعا ما. المركز الخامس كان الوصول من قبل الشهنية حمد بن علي بن محمد الغفران المري. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء إلى ملخص الشوط الذي انقضى قبل قليل لنتابع مجريات هذا الشوط واللقطات التي التمسها لنا المخرج علي بن محمد وشارب من أيضا انطلاقات جميلة وتحديد الشعارات المتواجدة والمنطلقة في هذا الشوط بتواجد الشعارات الكبيرة والأعداد المتزايدة في أشواط السرعة. هذه كنز من انطلقت إلى أول المراكز وكانت قائدة المجريات هذا الشوط يا العنزي. وهذه أيضا ولايف ولايف من غيرت مجريات هذا الشوط في اللحظات الأخيرة وانطلقت منفردة مع أول المراكز. ولايف لعبد المحسن بن محمد بن محسن الفيدة المري هذا هو شعاره بن بعيران من وصل إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس بتوقيت زمني وغدره
ثلاث دقائق 11 ثانية في العشر الزمن الثانية تام التبريكات. المركز الثاني كان الوصول. المركز الثاني كان الوصول من قبل الزود. توقيت الزمن 3 دقائق 13 ثانية 83 في الزمن الثانية. التام التبريكات لعبد الله بن علي بن حمد الفيز المري. المركز الثالث كان الوصول من قبل المتحدة. 3 دقائق 13 ثانية 95 زمن الثانية. التهاني والتبريكات لراشد بن سعيد الجربوع المري على حصول المتحدة على المركز الثالث.